15 75 كيف يعني؟ لا ما عرفت. ذكرى كثير بالمرة كانت مأساة كبيرة على لبنان. شو صار؟ شو مصدر؟ اجوا الاسلام ذبحوا المسيحية، والمسيحية راحوا ذبحوا الاسلام بوقتها. صراحة ما بعرف، ما خصت بالتانية. ما عندي فكرة. شو بيذكرني؟ بيذكرني بالحرب. أي حرب؟ ال 75 بالبوسطة بعين الرمانة. أكثر من هيك لا، لأنه أنا مواليد 69، ما كنت كثير واعية. شو بتعرف عن 13 سنة 75؟ ما كنت خلقان، بس سمع إنه كان في حرب يمكن. بتعرف شيء عن الحرب؟ ما بعرف أي واحد تحرير، أو ما بعرف أي واحد. ما بتذكر شيء، كنت صغيرة اصلا بعد ما خلقني. شو 13 سنة 75؟ ولا شيء بتذكر، ولو بعرف شيء كمان بدي اقول ما بتذكر.